بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ وليد المعدوي من JFXacademy.net، وبرحب بيكم في الفيديو الثاني في الانترو بتاعت الورشة بتاعت الإعلانات اللي موجودة على JFXacademy.net. عايز أتفق معاكم على نظام الورشة داخل الفيديو ده. أقول لك أول حاجة، أنا هتعامل في خلال الورشة دي مع كذا تكنيك. هتعامل مع 3D ومستخدم من برامج 3D 3D Max مع الفلاش، ومتعامل مع الكرتون داخل فلاش، وفيه هنحرك شخصية عبارة عن تحريك باي فريم باي فريم. الحاجة التالتة، هنخش على الافتر افكت ونبدأ نشتغل جواه عشان نطلع شغل كويس قوي. يمكن البنرات تحت واضحة ومعروفة، وكل حاجة هتلاقيها يعني في قدامها ديسكريبشن بتاعها والبانر بتاعها في الموقع يعني. ورابع حاجة، هنتعامل مع فن الرسم الورشة بتاعتنا. ان شاء الله بإذن الله في كل مرحلة هنتعرض على لحاجة من الاربعة دول. طبعا زي ما شفنا في الانترو الاولاني ان في رولز وشوية حاجات كده بتراعيها وانت بتعمل اعلان. انا هتعمد اعمل محاضرة اخيرة دايما هيبقى اسمها فينش سترونج. المحاضرة دي هيكون فيها كل حاجة انا منقصها عن عمد في الاعلان بتاعي. يعني ايه؟ يعني المفروض اللي احنا كنا نراعي حتة البوردر، نراعي حتة الهوت سبوت، نراعي البوتونز، نراعي الحاجات دي كلها، انا هعملها دايما في اخر محاضرة. ليه انا متعمد كده؟ عشان تثبت في دماغك. المفروض ان انت هتعملها اول حاجة بعد لما تخلص بقى الكورس، تبقى راجل خلاص ايدك خدت على الشغل وتبقى راجل محترف ان شاء الله. هتبدأ تعمل اول حاجة الحاجات دي، بس انا اتعمدت زي ما قلت اعملها في الاخر خالص، وهسميها فينش سترونج عشان دايما تبقى يعني زي ما تقولوا كده لازقة في دماغك يعني. تالت حاجة عايز اتكلم فيها، في قاعة محاضرات ان شاء الله تتفتح لك بإذن الله اول ما تشتري الكورس، هتكون خاصة بكل الناس اللي اشتروا معاك الكورس وانت واحد منهم. هيكون فيها جميع الابديتس اللي بعد كده في المستقبل، لو حبيت اعمل ابديت فيها هنبقى نحط فيها المحاضرات واللينكات التحميل. يعني مثلا كورس الفلاش، هنعمل مثلا عامل الكورس على الـ CS5.5، فهيكون التجديد بتاع الكورس هيكون الجديد في الفلاش CS6. طبعا انا مش هقول كورس بالكامل على CS6، لا انا بس مجرد انا بضيف لك الحاجات الجديدة، وطبعا هيكون حكمها حكم الكورس نفسه، هتبقى خاصة بيك انت بس. نفس الحكاية كورس الاعلانات اللي هو ده، هتتفتح لك قاعة بها الباسورد واليوزر نيم بتاعك الخاصين بيك، او الباسورد بس، دي هتكون حاجة ليك انت تخش جواها كل فترة وتتابع. وانا كده كده اصلا يعني لما بحط حاجة جديدة ببعت ايميلات لكل الناس اللي شاري الكورس بتاعي، وبعدين تبدأ هي تبلش جوه على الصفحة وتشوف الدرس او تنزله. دي كان اول حاجة عايز اتكلم عليها وهو نظام الورشة. تاني حاجة عايز اتكلم عليها وهي حاجة مهمة قوي، عايزين نشوف شوية مواقع وامثلة قبل ما نبدأ الورشة بتاعتنا عشان نفهم الدنيا ماشية ازاي والعالم كلها بتفكر ازاي وتشتغل ازاي. انا عندي اشهر 3 مواقع، موقع ياهو، موقع مايكروسوفت اللي هو MSN بيبقى الاعلانات بتاعته على MSN، وموقع 24/7 اللي هو 247 realmedia.com. طبعا لو عايز تعمل اعلان على اي واحد من دول، كل واحد فيه الرولز بتاعته ونظام الاعلان بتاعه. هناخد مثال واحد بس واللي هو موقع ياهو. هتخش على سب دومين اسمه advertising.yahoo.com. تعال نشوف الناس دي الاعلان بتاعها على الموقع او الاعلان بتاعي على الموقع ازاي اتعامل معاهم فيه. هنا مديك على الصفحة دي شوية حاجات كده، تمام؟ تعال نشوف اد، شوف يا سيدي، عندك هنا في الادز دي عندك بيقول لك في الفرونت بيج في نظام الاعلان، وفي الريتش ميديا، وفي الفيديوهات، وفي الموبايل، وفي التابلت كمان لو انت شغال على تابلت دخلت من خلال التابلت على الويب سايت ده. في كمان من هنا هتلاقي اد جاليري، وده برضو بتخش على كل واحد فيهم وبتشوف ايه هي الشروط بتاعتهم وايه هو النظام معاهم. هخش على حاجة تانية كمان هيكون في الفرونت بيج، هنخش عليها. تعالى بقى نشوف اللي احنا فتحناه ده كله ايه. هنا الموقع ده معلمك بالظبط تعمل اعلان ازاي، حتى كمان بالفيديو وبالتكست وكل حاجة، كل حاجة هتلاقيها. وكمان غير كده انك بيديك امثلة عملية
تعال نشوف الفرونت بيج دي. انا دخلت بس على اد هنا وبعدين فرونت بيج، ده اللي يهمني هنا في الكورس في الفلاش يعني. تعال هنا بقى شوف هنا ستاندرد فلاش، في هنا انتراكتيف، في هنا اكسباند. تعال بقى نشوف ايه الموضوع ده. الستاندر فلاش ده لما نيجي نفتحه هيدخلني على ايه؟ دخلني على مين؟ على المتطلبات بتاعه الموقع ده اللي هو البابليشر اللي انا اتكلمت فيها في اول فيديو في الانترو الاولانيه. بيقول لك انت عايز تعلن عندنا الاعلانات بيكون مساحتها قد ايه. بص هنا بقى الدايمنشن بتاعك 300 × 250 وما يقترش عن او ما يزيدش عن 40 كيلو. 41 كيلو بيرفض الاعلان، والانيميشن تايم ما يقترش عن 15 ثانيه بس. الاكشن سكريبت كمان، حتى الاكشن سكريبت كاتبها لك تبقى 2 في الدايمنشن ده، تبقى الاكشن سكريبت 2 ويكون على معدل فريم ريت بتاعه 24. هنا كمان مديك شويه، بقول لك ان انت ممكن تعمل داونلود مفيش مشكله لو في لينك يعني تحط فيه داونلود مفيش اي مشاكل، وكمان تحط لينك يوديك على الموقع بتاعك. طيب باك تو ايمج، باك اب ايمج. لو في ايمج مش فلاش بقى هتبقى برضو بده 300 × 250 هيكون بالجيف او جي بي جي، ومش هيزيد برضو عن 40 كيلو، ودي الكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده. لو التكست لاين طبعا عندك بقى الحاجات دي كلها. ده بقى اللي يهمني انا في الكورس بتاعنا الاعلانات في الفلاش بتاع جي اف اكس، هو الحته دي انه ما يزيدش اكتر من 40 كيلو وما يزيدش عن 15 ثانيه ويبقى بالاكشن سكريبت 2. الكورس بتاعي هيكون بالاكشن سكريبت 3 لان هو ده اللي شغال دلوقتي. الديسكريبشن بقول لك بقى عندك انت بقى اقرا الحاجات دي. الاكزامبل تعال نشوف الاكزامبل احنا كده فين في الستاندرد فلاش. تعال لو ضغطت هنا بيفتح لي صفحه وفيها مين؟ الاعلان بتاعي. اعلان ما فيهوش اي مشاكل خالص، سهل جدا، مجرد صور مركبينها على بعض وشويه كلام بيظهر وخلاص، وفي دخانه معموله داخل الفلاش ما فيهاش اي مشكله بالشيبس وبتاع والتوين. طيب ده بالنسبه للستاندر، حاجه كده ما فيهاش حاجه ادفانسد خالص. نفس الحكايه لو جينا ضغطت مثلا هنا اعلان بسيط ما فيهوش حاجه خالص بيزك. طيب خلينا بقى نشوف، احنا دلوقتي شفنا اول واحد، شفنا اول واحد. لو هنا انتراكتيف يعني حاجات تفاعليه، يعني انت ممكن تدوس على حاجات وتظهر لك حاجات وتعمل حاجات وبتاع والكلام ده. طبعا الدايمنشن هو ثابت تقريبا 300 × 250. هنا بقى الفايل سايز هيبقى 500 كيلو لو انت حاجز الهاي باندويدز. لو انت حاجز اللو باندويدز هيكون 60 كيلو بس مش اكتر من كده، هيكون طبعا برضو 15 ثانيه. والاكشن سكريبت هنا بقى 3، هنا 3، وده اللي يهمني. سيبك من البيزك ده اي حد يعمله، انما كورسنا ده هيكون في متقدم شويه، هيكون بالاكشن سكريبت 3. دي طبعا خلاص بقى انت فهمت الموضوع، هتقرا الحاجات دي كلها، ما يهمنيش الايمج، الكورس بتاعي مش ايمج. الاكزامبل تعال نشوف الاكزامبل كده ونضغط ضغط هنا. تعال نشوف الانتراكتيف هنا هيظهر لي ازاي. بيقول لك هنا بقى ايه؟ فيديو داونلود، فيديو وداونلود وفوتو. طب لو ضغطنا على الفوتو هيبتدي يظهر لي مين؟ سلايدر. بحاجة انتراكتيف تفاعلية أنا بتفاعل معاها. لو ضغطت على الستوري يبتدي يقرا لك حاجة زي كده، والحاجات دي سهلة أوي يا جماعة. فيديو ممكن نعمل فول سكرين زي ما شفنا. الداونلود بقى والكاركتر والكلام ده برضو نفس الحكاية، بيشوف لك الكاركترز. دي حاجة بالنسبة للانتراكتيف. ناخد مثال تاني بسرعة. طيب awards نكتب gfx انتر.
هو حاطط لي فيديو، وبعدين انت بتحط له حاجه زي كده، وبعدين هو واخد امر لما انا احط له حاجه، اول ما بضغط انتر بيروح لي على فريم معمول فيه فيديو تاني اللي هو مظهر لي ده. حاجه لذيذه وبسيطه خالص، بحيث انها تبقى حاجه تفاعليه. طيب نشوف حاجه كمان، اكسباندنج بانر، وده اكتر حاجه ادفانسد. نفس الطريقه، هتقرا الحاجه بتاعتها، كل الرولز بتاعتها. عندك هنا مقاسين، ال 300 في 250 وال 770 في 500. لما يعمل اكسباند اهو، لما يعمل اكسباند يعني ده الانيشال، الحجم الطبيعي بتاعه، ولما تروح على الاكسباند بيعمل اكسباند بيبقى بالحجم ده، اكثر حاجه اكتر حاجه بالحجم ده. يعني ايه اللي انا بقوله؟ تعالى نعمل اكزامبل ونشوف واحد كده. اي حاجه فيها اكسباندنج او اكسباند لما بتيجي تروح عليه لازم بيقول لك حاجه اهو، بص لازم بيقول لك كليك تو اكسباند. لما بضغط عليه بيبتدي يكبر لي كده بالشكل ده. زي ما انا شايف، في فيديو، في جاليري، طبعا ده انفانسد قوي، في الستوري، تقرا الستوري بتاعت الفيلم، هو طبعا ده اعلان على فيلم بالشكل ده، في الشير ايكونز تشيرها على الفيس او على التويتر او اي حاجه، وفي التيكتس كمان، ان انت ممكن تشوف التيكت بتاعك، تحجز تيكت. ده كان بالاكسباند، ولازم الاكسباند احنا قلنا خلال الكورس يعني اللي يكون فيه كلوز بوتون. مثال كمان، هنا بقول لك ايه، كليك هير فور هوليداي اوفرز. لو جيت ضغط هتبص تلاقي كبر لك الدنيا كده، وبعدين غطى لك الكونتنت، وعندك بقى الجرافيكس هنا بالشكل ده. طبعا كل ده الاعلان ده ما يكونش حجمه اكتر من مين، اكتر من اللي هو قال لي عليه بالظبط، اللي هو تقريبا 500 كيلو. ده بالنسبه لاعلانات الفلاش المفهومه والمعروفه بشهرتها الكبيره. تعال نشوف هنا ايه دي، هاف بيج ستاندرد فلاش، بيقول لك ده هيكون 300 في 600، وطبعا ما يزيدش عن 500 كيلو برضو، نفس الحكايه. تعال نشوف الاكزامبل هيكون شكله عامل ازاي. يعني ده كبير شوية، بقول لك كليك فور ساوند. أي حاجة فيها ساوند دايما لازم يكون فيها زرار تقفل الساوند. كليك تو واتش تريلر، بيوديك على الموقع بتاعك. ده بالنسبة للحجم ده والشروط بتاعته. في بقى الفلوتنج نفس الحكايه، هيكون ده الشروط بتاعتهم. كل موقع من دول، خد بالك يعني كل موقع من دول، انا بس خدت واحد منهم اللي هو الياهو، كل واحد من دول ليه الاكزامبل وليه برضو الديسكريبشن بتاعه وليه الرولز بتاعته اللي تمشي عليها. شايف دي بهدله طبعا، يعني ده جامد. عامة بيبقى الإعلان ده بالفلاش مع الجافا سكريبت عشان تعمل ترانسبيرنت بالشكل ده. ده بالنسبة للفلوتنج. تعال نشوف فلوتنج تاني. الفلوتنج ده بيبقى بيعمل لك إعلان فوق الكونتنت، بيظهر لك بطريقة جميلة قوي داخل الويب بتاعك. هنا ما عمليش حاجة، يعني ما طلعش بره الإعلان ولا حاجة. تخلينا نشوف واحد كمان، نشوف دي مثلا. سيمور بيوديك لو قد ضغط هنا برضو اد شويس بوديك على الموقع. ماشي نشوف كمان واحد.
مور سيفنج بيوديك على الويب سايت. المفروض يعني دايما الفلوتنج بيتميز ان هو بيعمل اي ترانسبيرنت او اي اوبجكت بيخش على الكونتنت نفسها بتاعت الموقع بالطريقه اللي انت شفتها في اول واحد. ده كان بالنسبه للاعلانات وبالنسبه للطريقه بتاعتها. تعال نقفل ده كله بقى ونشوف الفرونت بيج تاني. كل ده طبعا انت لو عايز تعمل اعلان بالفيديو بقى بيورديك كل حاجة، بس انا حبيت استعرض معاك الاعلانات اللي هي بتتعمل بالفلاش دايما. ده هنا الكاستم انتراكتيف بيقول لك برضو الشروط. تعال نشوف اكزامبل. كل الكلام ده عشان لما انت تيجي تعمل اعلان وعايز تعلنه داخل الموقع ده يبقى ليه نظام. لازم تقرا الحاجات دي الاول، لازم تقرا الحاجات دي الاول. شايف هنا بيخرج بره الكونتنت ازاي؟ طب لو جيت انا ضغطت بره كده هتبص تلاقي ده اصلا فلاشه بره اهي، شايف الفلاشه بتبقى بالحجم المطلوب، الحجم الكبير اصلا. وبعدين لما تيجي تضغط كده بيدخلك بقى على الفلاشه الصغيره، بيقفلها لك خالص. بس انت طبعا مش عارف الكلام ده فاحنا بنستعرضه معاك اهو. دي برضو طريقه اعلان لذيذه جدا. نشوف النسان شايف دي طبعا جميله، كل دي فلاشه. جالك من بره من عن طريق الفلاش والجافا سكريبت، تعملها ترانسبيرنت داخله على الاعلان بتاعك وعامله لك الحاجات كده. اتمنى اني اكون يعني وضحت شويه من طريقه الاعلانات بالفلاش وازاي هي جميله وممتعه، وفي نفس الوقت هي فعلا بتبقى يعني لسوق العمل بتبقى اغلى بكتير من الصور. درجة لو عملت اعلان بالشكل ده هيبقى ليه السالري بتاعه كويس قوي. المجال جميل يا جماعة، المجال جديد، المجال عايز فعلا دراسة وعايز بحث كتير. ان شاء الله في الكورس ده هنتناول حاجات كتيرة منه من اللي احنا شفناه ده، وهنتناول اكتر من كده كمان ازاي تتعامل مع برامج ال 3D والفلاش، ازاي تتعامل مع الكرتون لو انت عايز تحرك شخصية داخل الاعلان بتاعك، ازاي نتعامل مع الافتر افكت، وازاي في الاخر نتعامل مع فن الارت اللي هو الفن الرسم وتحريك الشيبس عن طريق نعمل ورد وبتاع والحاجات اللي بتظهر زي حاجات اللي هي الارت شويه. اتمنى اني اكون ان شاء الله وفيت في الكورس ده جزء كبير من الحاجات المبهمه على الناس. شكرا، وكان معاكم استاذ وليد المعداوي من gfxacademy.net. سلام عليكم.